هاد البيت هذا ساكنين فيه حنا 10 الناس، فهمتي؟ 10 الناس قسما بالليل الوالده كتنعس عند الباب، ما كاينش فيه تنعس عند الباب، كننعسو مزاحمين قسما بالليل. ما عندنا شي حاجه ولا عندنا فين نمشي ولا عندنا فين، يعني عند العائله واحد يبغيك واحد ما يبغيكش، اش غدير؟ وحنا في هذا البيت يحن الله، حنا لباهم لاحهم ما عقلش عليهم، ما عقل عليهم تبا كيدير الحليب ما عقلش عليهم. الوليدات راه صعاب بزاف، شكون غادي يعقل عليك؟ راه صعاب يعني، راه دابا راه صغار شويه راك تقدر ديرهم، ولكن ماما محدهم كيكبروا، خاص جايه المدرسه، مرض واحد ما عندي كندير لي، ما عنديش كندير بزاف، تقهرت راه تقهرت، راه بصح راه تقهرت، ما عندي ما ندير. كون كنت خدامه بعدا ولا اللي شد ليا ولادي، ما كاينش اللي غيشد ليا ولادي ولا غيعقل عليك. والده عيانه مريضه ما تقدش، عندها طونسيون بعد ما كتدوخ ما كتعقلش. الوالده هو مريض ما كيسمع ما كيتشوف بشالي، المريض عنده الفضق هو براسو خاص اللي يتعاون معاه. انا اللي بغى يجمع شمل وليداتو مرحبا، انا راني ما ضال ما فتي شي حاجه، هو تعدى عليا وخرجني وجرى عليا من البيت وساد، وغير البيت في الكارين غير كارين وماشي حتى ديالو، وجرى على ولده وشحال من مره عيط لي وكيبلوكي من التليفون، شحال من مره عيط منه وكيبلوكي، راه باقي طالع عندي في التليفون كيبلوكي، عيط لي من عند خويا بلوكي. الدري ولا اصلا الدري ولا مريض ولا كيتعصب، ولا مره كيقول لي يا بابا بابا، كنقول له ما بغاش يدوي معاك ولدي اش غندير لك. ايه صاحبتي دي كانت صاحبتي، ودخلت لداري ونعس معايا في بيت واحد، عندي بيت واحد كنعس حدايا، وفي الخريه دارت بالراجل ما عرفتش شنو دارت لي، طمعاتو في شي حاجه الله اعلم، بالتشعويد بداك الشيء خلاتو نسى ولادو نسى عائلتو نسى كلشي، كيقول لي انا ولادي انا ما بغيتش نشوفهم ما نشوفهمش للابد، انا ولادي قالك ما يدخلونيش الجنه، انا باغي نعيش حياتي، انا ولدتهم وندمت. والسيد راه عمره 53 عام، راه راجل في الطاليان، عندها ولد راه معت عنده 22 عام ولا معت 23 عام، بنت عندها معت 19 عام ولا شحال، مجوجه والده، ولد راه عنده عام وست شهور راه قد ولدي. وفي الاخر يمني عيطت لها وداك الشيء، قلت لها اش كاين واش كاين، قالت لي كون عرفتي لي كون قاديتي تي، كون عرفتي لي كون شديتي، شان عرف لي بالتشعويد، انا كون بغيت تشعويد راه ما غاديش نطلقو. ولكن كنقول حسبي الله ونعم الوكيل جيت، جوج حسبي الله ونعم الوكيل جيت، خلاني في الدور. اه ما كنحس يعني حقره حقرني، يعني عارف الوضعيه كثير وعارف الوالدين ما عندهمش وعارف بزاف الحوايج، وفي الخريه خلى جوج، تخلى على جوج ومشى، تخلى على جوج ومشى، وراه خدام راه شايفو راه كيربح الفلوس، ماشي ما عندوش ولا ها هو ساكن حدايا، منين جيتكم راه ساكن عتم تما، فين ساكن كاين البيت تم، خرجني منه بارك فيه، هو مره كيجي لي مره ما كيجيش. انا كنتمنى شي جمعيه توقف معايا وخرج على المحل ديالي وهو يخرج، انا رجع المحل ديالي غنستافد فيه انا ولادي، هو يخرج بحالاته ويمشي يكري مع الزوافري، ماشي لو حنا بجوج هو برك يتمتع مع راسو مع العيالات، وخليني انا باركه مزاحمه مع والدي حشومه. ما عندي هو داعيني دير طلاق الشيقه، وانا الدعوه فين باقر عرفتي، شهر 9 نهار جوج في شهر 9، يعني شو شحال من شهر، راه 8 شهر ولا شحال. السبب هو والو، باغي يعيش حياته، باغي يعيش حياته، انا ما ندويش ما نتكلمش، اساس لحقت العصا وليت كناكل عصا صافي، مابقاش صبرت خرجت، فاش كنقول ليه فين بيت ولا فادي ولا كيضربني صافي نسيت راسي وخرجت. تابع واحد خايتي شعواده بلا ما نذكر سميتها، شعواده الا كانت هي تشوفني راه غتشوفني، شعواده فرقات وبالتشعويد وبالتحراش، ما بقى يشوف لا في عائله لا في ولادو لا فيا لا في عائلته، ما كيشوف حتى شي واحد. ايوا راه ما الا ما رجعتي لبابك غندير نلوحهم، راه ما نلوحهمش، راه الكلمه حاجهك ما كتلوحش ولادك، راه يهود ماشي مسلم، كان بنادم ما بقاش، ما بقاش بنادم، هذه اللي لحج ولاد ما تفكر في العواشر ولا في العيد ولا 12 وما خارجين مساكن، اش غنقول؟ احنا خا نطلب عليهم وما نفوتهمش، اش نخرج نطلب عليهم وما نفوتهمش، راه بحال ولادي، راه هذيك بنت وهذوك ولادي تما ولادي، ويني اش غنقول لك ما تعداش عليها في الاول، افهم اللي تخرج مع الشيطان، الشيطان والله حرام. دخلت معهم هذيك الشعواده هي اللي خرجت لي على حياتها، هي اللي خرجت لي على حياتها، كانت فضلات عليا انا ملي كنهود عاد نقول هذيك السيده راه ما لايقاش لينا، قالك شوف هذيك فيها امي فيها اختي وفيها كلشي، ما عندكم باش وصلكم هذيك اختي وصاحبتي وامي وبو كلشي فيها هذيك،
وفي الاخر غدرتها. واش حسيت شمتك؟ شمتاتنا شمتاتنا ديال الحمام كتاكلها وتشربها وكتخرج معاهم وما تخلي ما دير عليها وتبرك عندها يومين ثلاث ايام والضحك واللعب وتخلي في محالات تخرج هي تدي ولدها للمدرسه وتجي تخليها في محال تقول هذه اختي وفي الاخر هي لعبت عليها.